المقيم بالمملكة المغربية والمشهور بفلاح مصري، أخصائي نفسي وشاعر وباحث في التاريخ المغربي. علاقتي بالمغرب علاقة عاطفية، إنسانية، تاريخية، وجدانية، جميع المشاعر الإنسانية المختلطة. أشعر أن المغرب وطني وبلدي، وأزود عنه بروحي ودمي، فأنا جندي مصري في صفوف المغاربة. نعم. كما مهم جدا، كما قاتل المغاربة في حرب 73 جنبا إلى جنب بجانب المصريين، وكما قاتل المغاربة في الحرب في الحملة الفرنسية ضد نابليون بونابرت مع المصريين، وكما قاتل المغاربة مع صلاح الدين الأيوبي الذي كان سلطانا على مصر واستعاد بيت المقدس، أنا أيضا جندي مصري في صفوف المغاربة. سبب استقراري في المغرب هو حب المغرب، حب هذه الأرض. الناس يا جماعة، يعني أنا نفسي حد يسألني يقول لي إيه أحلى حاجة في المغرب؟ حد يسألني السؤال ده، إيه أحلى حاجة في المغرب؟ ولا هي المتوسط، ولا هي الأطلسي، ولا طنجة، ولا مراكش، ولا سحاب جامع الفناء، ولا صومعة القطبية، ولا صومعة حسان، ولا السحر، ولا الجمال. أجمل حاجة في المغرب هم المغاربة الذين تشعر معهم بالدفء والأمان والطمأنينة. فده أجمل شيء في المغرب. ليه؟ ده بينعكس على الناس، بينعكس على تعاملها، فده بيخليك لذلك تلاقي مش فلاح مصري عايش في المغرب. تشرشل مات في المغرب، تشرشل عايش، تشرشل العظيم طبعا اللي انتصر في الحرب العالمية الثانية، والقائد الوحيد في العالم الذي حصل على جائزة نوبل كسياسي وكأديب سنة 1953، عاش ومات في مراكش في فندق المأمونية. كاظم الساهر عايش، مش عارف مشاهير العالم، مش عارف رونالدو، مش فليه هو ما في أماكن جميلة. أوكي، ما الأماكن الجميلة موجودة في جميع أنحاء العالم، بس اللي بيفرق معاك إيه؟ اللي بيفرق معاك هم الناس، معاملة الناس، احترامهم ليك، تقديرهم ليك، انفتاحهم معاك، يتعلموا منك، تتعلم منهم. فاللي بيفرق المغرب عن أي بلد في العالم هم المغاربة المنفتحين على الآخر من زمان، من قبل التاريخ. استقراري في المغرب في الأول طبعا زي ما عملت مشروع، المغرب صعب إنك تلاقي شغل، فعملت مشروع، كنت أنا عندي محل تجاري بجيب عمليات من مصر وبتاجر وبربح والدنيا زي الفل وجميلة ويا سلام. ولو اطلعتم على الغريب لاخترتم الواقع، وفجأة تحصل كورونا. حصلت كورونا، المغرب قفلت، مصر قفلت، خرب بيتنا، قفلنا المحل، خسرنا كل حاجة، قعدنا على الحديدة، الحديدة بعناها وحمدنا ربنا وشكرناه، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، لكن الله فتح بدل الباب أبواب، فالحمد لله والشكر لله. فترة كورونا كانت من أكثر الفترات إلاما وفي حياتي على الإطلاق، لأنها كانت مفاجأة، ما كنتش عامل حسابي خالص طبعا. كل الأموال اللي كانت معايا كنت حاططها في التجارة، وقفت، فأصبحت شيء عجيب صراحة. يعني فجأة تبص تلاقي نفسك كنت تشتغل بالملايين، وفجأة تبص نفسك ما عندكش ولا مليم ولا سنتيم ولا درهم. كانت فترة قاتلة فعلا، الواحد اتعلم منها، دخلت في العظم واللحم وكل حاجة، ولكن الحمد لله والشكر لله. اللي عندي أصدقاء من جميع المدن المغربية، من طنجة للبويرة، كلهم أصدقاء. ما عنديش أصدقاء، ما عنديش متابعين في المغرب، ما عنديش، لا أنا عندي أهل في المغرب، مش جمهور، عندي أهل. يعني كل الناس بعتبرهم أصدقائي وأهلي. أنا رحت يا جماعة مراكش ما صدقتش، ماشي ساحل جامع الفناء، الناس كلها فلاح مصري. فكنت احنا بنحبك، احنا بنتعلم منك. فده شيء جميل جدا، انك اذا لم تضف في الحياه، اذا لم تزد في الحياه شيئا، كنت انت زائدا على الحياه. فنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان اللي احنا بنعمله. المغاربه اذكياء، المغاربه عارفين، المغاربه مقدرين، عارفين مين اللي بيعمل محتوى ويبحث ويتعب، وعارفين مين اللي عايز يحصل مشاهدات غير مشاهدات ويطلع يعمل اي حاجه. في المغاربه ما تقدرش تفوت عليهم. ليه؟ لأنهم عارفين مين اللي عايز يوصل المعلومة، وعايز يوصل ثقافتهم وحضارتهم وتراثهم للعالم كله. فشكرا لكل المغاربة من طنجة للدويرة ومغاربة المهجر أيضا. بالنسبة لوسائل التواصل، سبب الشهرة هو طبعا الحمد لله رب العالمين. أنا قبل تيك توك كنت معروف، لكن بالتأكيد مش زي معرفة تيك توك. يعني تيك توك لما أنا أعمل فيديو مثلا في تيك توك ويحقق ملايين المشاهدات، وآلاف الناس تعمل معاه ديو،
والاف الناس تكون فرحانه بيه وتعمل دويتو معاه، فده طبعا ده بيديك شهره اكتر وبيديك انطلاق اكتر. فيعني كل الناس اللي على تيك توك بحبهم وشكرا، انتم سبب نجاحي سبب شهرتي، فانا بشكركم بشكركم فعلا من كل قلبي. طبعا السؤال عن المصريين، على فكره يا جماعه انا عايز اقول حاجه مهمه جدا جدا جدا، عدد المصريين الموجودين في المغرب 1500 مصري فقط، يعني تستضيفهم في قهوه. عدد المصريين، عدد المغاربه الموجودين في مصر تبعا لتعداد 2018 9500. النهارده احنا في 22، ممكن يكون وصل حوالي 20,000 المغاربه الموجودين في مصر، المغاربه المقيمين في مصر، انما المصريين الموجودين في المغرب حوالي 1500، يعني مش كتير خالص خالص ابدا، عدد هزيل جدا. طبعا انا علاقتي بكل المصريين كويسه، اكيد طبعا بيلاقوا صعوبات في اللهجه، ولكن المغاربه الحلاوه بتاع المغاربه ان هم ما بيصعبوش عليك الامور. ليه؟ لان المغاربه بيتكلموا جميع اللغات، بيتكلموا انجليزي، بيتكلموا فرنسي، بيتكلموا كل شيء، بيتكلموا مصري، بيتكلموا خليجي، فالمغاربه ما تلاقيش معاهم مشكله في التعامل، حتى انت مش هتفهم اللهجه بتاعتهم وهم يكلموك باللهجه بتاعتك، لحد شويه شويه ما تتمغرب من غير ما تحس. بالنسبه للصعوبات، في صعوبات بالنسبه، شوف اي مغترب، اي مغترب في العالم الله يكون في عونه بيعاني من صعوبات، ما فيش شك يعني. فصعب جدا انك تمشي بلد، على فكره مثلا الاقامه في المغرب جد صعيبه، صعبه جدا انك تطلع الاقامه، انك تعمل مثلا شركه صعب جدا انك تعمل شركه، مكلفه ماديه، وفي نفس الوقت لازم اقرر الاقامه بتاعتها، لازم مش عارف ايه، انك تكري محل في المغرب. صعب صعب تكري محل، مثلا ما فيش حاجه اسمها، انا كل المحلات اللي انا قريتها من غير اوراق مثلا، فانا عايز اكري محل وعايز اعمل خطه بس علشان اروح اعمل مثلا قرض، ما فيش بيجري لك من غير اوراق، بيجري لك لما اقول لك انا ممكن اكتب لك ورقه مثلا بتاعتي انت تدخل المحل. فيعني في البدايه صراحه كانت معاناه معاناه. لدرجه انا اشتغلت في المباني، يعني انا اشتغلت في البني، شوف انا كنت اخصائي نفسي في مصر، وكنت يعني عندي مكانه كويسه جدا، وكنت صحفي وكنت في اذاعه، فلما جيت هنا اشتغلت في المباني، اشتغلت في الزلط، اشتغلت في الرمله. مش عيب، عادي جدا، رحله كفاح. لكن الحمد لله رب العالمين كل حاجة أضافت لينا وأسقلتنا وخلتنا رجالة. علاقتي بالشعر طبعا علاقة شيطانية، يعني زي ما يكون الشعر مخويني أو أنا مخويه، يعني من وأنا صغير كده أحس حاجة كده زي السمكة في راسي عايزة تموت. يعني الناس الشعراء لو ماتت تحس إن هم ملبوسين، فأحيانا أحس إن أنا ملبوس، يعني لابسني جني بالفعل. هذا حال الشعراء والكتاب والناس اللي بيكتبوا طبعا او بيشوفونا دلوقتي، اكيد حاسين بالكلام دلوقتي وعارفينه. ف واطلعنا طبعا وقرينا، والشعر الادب والعباسي والمش عارف والاموي وشعراء المهجر ومدرسه ابول ومدرسه الديوان والمدرسه الرومانسيه والشعر الجاهلي، كل ده الحمد لله رب العالمين اطلعنا عليه، والحمد لله اثقلنا واضح الى مولدتنا. اما بالنسبه للفلاحه طبعا علاقه رهيبه جدا بين الشعر والفلاح. الفلاح بيزرع علشان تطلع ايه؟ طلع لنا قمح، طلع لنا حاجات ناكلها، تطلع لنا فواكه، تطلع لنا مانجا. الشاعر بيزرع ايه؟ بيزرع كلام عشان الكلام ده يطرح ويزهر، يطلع لنا صور شعريه، ويطلع لنا تفاؤل، ويطلع لنا حاجات عظيمه. فالفلاح شاعر، الشاعر فلاح. انا بشكر مارك سيت على هذا المجهود، وبشكرهم على تعبهم معنا وعلى هذا الحوار الرائع، وعلى جمهور مارك سيت، وبشكر جمهوري الحبيب على يوتيوب وعلى تيك توك وعلى انستغرام وعلى فيسبوك وعلى كوي وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا ليكم جميلكم على راسي من فوق، انتم دعمتموني وانتم كبرتم بي، الله يكبر بي ولا يخطيكم علينا، الف الف شكر. جميلكم طوق في عنقي وفي رقبتي، فانتم سبب كل شيء جميل، وانتم كاملين على راسي، الف الف شكر وشكرا.